في هذا الوطن الذي نحبه ونعتز به ونتمنى له كل خير، وأن يدفع الله عنه كل شر، عليك أن تصبر، وما صبرك إلا بالله. في هذا الوطن وأنت مواطن أصيل، ومن أوضح من تصدق عليه صفة المواطنة، إنما أنت مجنس إن لم تكن قد سرقت الجنسية أو نهبتها بيدك. وأنت تحمل دعوة الإصلاح، إنما أنت تسعى لإفساد البلد وتدميره. وأنت تدعو إلى السلمية وتحذر من العنف، لا يصفونك إلا بالإرهابي. وكلما كررت نداء السلمية تكرر القول بأنك لست إلا إرهابيا إرهابية من الطراز الأول. وأنت تنبذ الطائفية وتبغضها كل البغض، وتحذر الشعب من الوقوع فيها أو الاستجابة إلى من يحاول بث روحها، يأتي في مقدمة ما تتهم به ظلما أنك من الدعاة المتصلبين للطائفية. وفي الوقت الذي لو بذلت لك الدنيا من أجل خيانة هذا الوطن وإدخاله في عبودية بلد آخر، ما كنت تفعل أبدا، فأنت الخائن المتآمر على وطنك. وفي الوقت الذي تؤمن فيه بحل الإصلاح وتكثف الدعوة إليه، وكل سعيك من أجله، يصفونك بأن العقبة الأولى في وجه الإصلاح. فاصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لك ذنب واحد، ذنبك أنك تطالب في من يطالب بالإصلاح.